التعليق على الملف المصري معنا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد فتحي، لو بدأنا من الوضع الميداني، ارتفاع في حدة الاشتباكات في بورسعيد وعودتها إلى ميدان التحرير، هل هذا يعني أن الأزمة بدأت تأخذ منحا آخر، خاصة وأن البعض بات يتحدث عن الجيش والدعوة لدور له، بعد آخر الأخبار التي سمعناها عن مقتل شرطي وإصابة ضابط في القوات المسلحة؟ ما بين البراغماتية الأمريكية والدوغماتية الثورية يقف الشعب المصري ويقف العالم في منحنى خطير في هذه المرحلة. ما يحدث في أنحاء مصر سواء في مدن القناة وتحديدا في مدينة بورسعيد التي استمرت في العصيان المدني، ونرى الأحداث تتطور مع الاشتباكات الجارية حاليا، الوضع يعني بينذر بتحولات لم تكن متوقعة منذ البداية. مقتل شرطي في مقابل مقتل كم من الناشطين والمتظاهرين المحتجين على سياسات الرئيس مرسي وسياسات أخوانة الدولة في الوقت الحالي. يعني مع احترامنا الروح الإنسانية، الحياة الإنسانية لها كل الاحترام والتقدير، ولكن يجب أن ننظر إلى الجانب الآخر. كم من الثوار قتل؟ رأينا حادثة في المنصورة عندما تم يعني تهشيم جمجمة مواطن تحت عجلات العربيات المدرعة التي قام بدفعها، دفع ثمنها دفع الضرائب الأمريكي. فكان على السيد كيري ألا يهين الشعب المصري وتضحياته من أجل إحداث تغيير على الأرض. بذكرك لزيارة كيري، في أي جانب يمكن القول أن هذه الزيارة نجحت، وأيضا أين أخفقت؟ أنا أعتقد أن الزيارة نجحت أنها أظهرت جبهة موحدة لقوى المعارضة المصرية في موقفها من الإدارة الأمريكية. الشعب المصري يعني بصفة عامة هو يعتبر شعب صديق للشعب الأمريكي، ولكن الإدارات الأمريكية المختلفة حتى الآن لا تحسن ولا تجيد التعامل مع الشعب المصري. الولايات المتحدة على المستوى العالمي on global basis بتنبري للدفاع عن القيم التي تقول أنها قيم أمريكية، حرية التعبير، حقوق الإنسان، الديمقراطية إلى آخره، القائمة طويلة لا أحتاج إلى ترديدها، ولكن على أرض الواقع الوضع مختلف تماما. هل يستطيع السيد كيري أو الإدارة الأمريكية أن يقول أن إدارة الرئيس مرسي والإخوان المسلمين أنهم ديمقراطيين ودعاة يعني إصلاح؟ بكل تأكيد لا يستطيع. ما فعله كيري؟ لكنه يعني مدح الرئيس مرسي برسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأثنى على دوره في الدولة وتعامل معه كرئيس فعلي لهذه الدولة لأنه منتخب ديمقراطيا، أليس كذلك؟ ما يعني تحفظي على لفظ منتخب ديمقراطي يا استاذ احمد. الولايات المتحده كاي حكومه اجنبيه يعني هي اعتمدت نتيجه الانتخابات اللي تمت، سواء كانت ديمقراطيه 100% او ليست ديمقراطيه 100%، هذا مبحث اخر. يجب ان ناخذ في الاعتبار ان الرئيس مرسي لم ياتي باجماع شعب، يعني هو جاء بنسبه الذين شاركوا من المسموح لهم بالانتخاب في الانتخابات الرئاسيه لا تتعدى 20%. نسبة ما حصل عليه من أصوات يعني 51% أو أقل يعني بقليل. فبالتالي هو ليس عليه إجماع شعبي، فالحديث عن الديمقراطية والتفويض الشعبي المانديت غير مطروحة. يعني أنت ترى 51% هذه نسبة غير كافية، هي ذات النسبة ربما في الولايات المتحدة يا سيدي الفاضل. لم يشارك يعني نسبة المشاركين لعدد الناخبين كانت ضئيلة للغاية، يعني من 20% و80% من الشعب المصري لا تجاهل هذه، قطع الانتخابات. طيب خلال لقاءات كيري كان التركيز واضح على الوضع الاقتصادي في مصر، هل نحن أمام ملامح معادلة أمريكية لشروط المساعدات واستغلال ربما ما يجري من تظاهرات للضغط على الرئيس محمد مرسي في ملفات أخرى، كما استمعنا في تقرير الزميلة أمل حناوي لأحد
المواطنين ويقول هناك ضغط عليه بملفات كامب ديفيد وما إلى ذلك؟ يعني مع احترامي لرأي المواطن، ولكن دعنا نقول الضغط الأمريكي يوجد منذ فترة، هي ليست وليدة هذه اللحظة. في أرجاء واشنطن، في دوائر الكونغرس، يعني الحديث مستمر حول ضرورة مراجعة المعونة الأمريكية التي تقدم إلى مصر. العالم الآن يعيش أزمة اقتصادية طاحنة، الاقتصاد الأمريكي ليس في أفعل يعني في أروج حالاته. المواطن الأمريكي العادي، الناخب الأمريكي دافع الضرائب، يرفض أن تذهب أمواله لتعزيز وتمكين أنظمة فاشية مثل نظام الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي. هذا مبدئيا. على أي حال هذا رأيك؟ أشكرك من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك.